كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة في بيته الشريف، قدوة في حسن معاملته ورحمته بزوجاته رضي الله عنهن. كان بيعامل زوجاته بحب وباحترام، كان يكرمهن رضي الله تعالى عنهن، وكمان كان بيقدر مشاعر إلا أحيانا بتكون عند النساء. وكما سنرى ما كانش بيفرق بين واحدة من زوجاته، يعني أي كان يعني يجتهد في أن يعدل بينهن رضي الله تعالى عنهن، وكان بيوالي أو بيولي كل واحدة منهن اهتمام خاص وتفهم خاص بطبيعتها ونوازعها النفسية وميولها، وكمان يحاول إن هم يوفي جميع احتياجاتهن رضي الله تعالى عليهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أعباء الرسالة الكبيرة والدعوة العظيمة اللي كان بيقوم بيها، كان بيشارك في أعمال البيت، وكان يقول دايما صلى الله عليه وسلم معلما للأمة: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والمقولة دي بتلخص فلسفة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الأسرة. شوف قد إيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وزي ما روى ووارد كان يكون في مهنة أهله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في مهنة أهله حتى إذا حضرت الصلاة. حاجة الوحيدة اللي تاخده من إنه بيساعدهم في البيت وبيعاونهم ميعاد الصلاة، ميقات الصلاة، يصلي ويرجع تاني النبي عليه الصلاة والسلام ليشاركهن في المنزل تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وإعانة منه صلى الله عليه وسلم. كان بيعتبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه الرجل يجب أن يكون قدوة حسنة في بيته قبل ما يكون قدوة حسنة في مجتمعه. وهو لو ما كانش قدوة حسنة في بيته فحيبقى فيه عوار في قدوته في مجتمعه، لأن في صلاح البيت صلاح الأسرة، وفي صلاح الأسرة صلاح المجتمع كله. ولما كان في شيء حتى بيحصل في بيت النبوة، ده أمر طبيعي، لما يعني نوع من الخلافات يحدث بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته رضي الله تعالى عنهن، كان النبي عليه الصلاة والسلام أسلوبه أنه بيلجأ للحوار والتفاهم معاهم بدلا من أنه يعنفهم أو يتسلط عليهن رضي الله تعالى عنهن. والأمثلة على كده كتيرة جدا، وكلها إذا تدبرتها تجد فيها مدى الرفق ومدى الحلم ومدى الصبر ومدى الحكمة في معالجة المواقف الخلافية اللي من الطبيعي هتكون موجودة بين الأزواج والزوجات. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل للرجال في صبره وحسن معاملته لزوجاته. شوف المثال ده، لما في يوم أهدت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طعاما له ولأصحابه الذين كانوا عنده في بيت أمنا السيدة عائشة، وذكرت روايات أخرى أنها السيدة يعني صفية هي من قامت بإهداء هذا الطعام. ستنا صفية على لسان أمنا السيدة عائشة كانت طباخة ماهرة جدا، فلما هي بعتت الأكل على بيت ضرتها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، غارت ستنا عائشة ومن غيرتها ضربت إناء الطعام بيدها فوقع على الأرض فانكسر وتبعثر الطعام. وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام ناس كتير من المهاجرين والأنصار يجلسون معه في نفس المكان، فلما هي عملت كده رأت ستنا عائشة تغير في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صنعت. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال للضيوف اللي كانوا عنده: غارت أمكم. ثم قالت بعدها السيدة عائشة، لأنها حست أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه لم يرضى عن هذا الموقف، ولو أنه عذر الغيرة اللي هي كانت فيها، فقالت له: ما كفارته يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إناء كإناء وطعام كطعام. منتهى الهدوء، منتهى الصبر والحكمة، بيعلم النبي عليه الصلاة والسلام وبيقر كذلك الكفارة على هذا الفعل، فبيوجه زوجاته إلى حسن التصرف. وده نوع من الصبر الجميل، بدل ما نزعق وصوتنا يعلى وكلمة على كلمة، والعملية بدل ما يبقى موقف بسيط يعني يزداد ويصبح موقف كبير من الغضب وإثارة المشكلات، الهدوء، الصبر، الحكمة، وإنه الإنسان ياخد الأمور بالحكمة. الحياة الزوجية تحتاج صبر عظيم وحكمة كبيرة. ف
فكان الصبر الجميل على الزوجة وما فعلت. وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إلى حسن المعاملة، وفي نفس الوقت تعليم للأمة كلها كيف يتعامل أو يتعامل الرجال مع النساء في لحظات الغيرة وخلافها من المشكلات اللي ممكن تنشب بين الزوج وزوجته. كمان اتعلمنا من هذا الحديث قاعدة عظيمة جدا في التعامل بين الناس، ألا وهي أن من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. يعني الإنسان اللي أوقع وألحق ضررا بآخر عليه أن يتحمل ما وقع من إضرار بالغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زوجته الكريمة أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أمرها بإحضار أنها تبعت بإناء من عندها هي ليكون عوضا عن إناء السيدة صفية. الإناء بتاعها اللي انكسر قل لها رجعي لها واحد مكانه، وأعاد لصاحبة الشيء حاجتها التي أرسلتها دون تلف. وهذا من توجيه النبي وحسن وجمال صبره صلى الله عليه وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.